اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، العالم بلون برتقالي. فعلى مدى 16 يوما يحتفل العالم سنويا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام. وبمناسبة الذكرى 30 لحملة 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفي أحدث بيان للخارجية الأمريكية أكدت واشنطن مجدداً التزامها الطويل الأمد بإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له كضرورة أخلاقية واستراتيجية وكمسألة تتعلق بالعدالة والإنصاف. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر أن كل فرد يستحق أن يعيش حياة خالية من العنف وأن يصل لكامل إمكاناته، موضحا في الوقت نفسه أن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد أحد الواجبات التي تفرضها حقوق الإنسان التي تلتزم إدارة الرئيس جو بايدن بمناصرتها. وكشف بيان الخارجية أيضا أن معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك المضايقات وسوء المعاملة عبر الإنترنت ستكون موضوعا ذا أولوية للمناقشة في قمة الرئيس بايدن المقبلة من أجل الديمقراطية. وبحسب البيان ستقوم واشنطن بتطوير وتعزيز سياسات لإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي للعنف من خلال توفير خدمات شاملة وزيادة جهود الرقابة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في شهر مارس الماضي إلى وضع خطة عمل وطنية أمريكية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديث استراتيجية الولايات المتحدة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له على الصعيد العالمي. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الملف معنا من القاهرة السفيرة والوزيرة المصرية السابقة ورئيسة المجلس القومي للمرأة سابقا ميرفت تلاوي، ومعنا أيضا من لندن عبر سكايب كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة بمنظمة هيومان رايتس واتش روتنا بيغوم. مرحبا بكما ضيفتي الكريمتين. سيدة روتنا، أريد أن أبدأ معك ونحن نتحدث عن هذا اليوم. هذا يوم مميز يعني الوقوف على أبرز القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة وكيفية مواجهة هذا الأمر. هناك استراتيجية أمريكية والتزام أمريكي في هذا الجانب، أنتم في هيومان رايتس واتش كيف تقيمون هذه الاستراتيجية؟ الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية قالت إنها ملتزمة بإنهاء العنف ضد المرأة ويجب أن تفعل المزيد للتأكد من أن هذا حقيقة واقعة. هذا يعني في حالة أو إحدى الطرق التي يمكن للولايات المتحدة رؤية إنهاء للعنف هو التأكد من أن الناشطات قادرات على عمل ذلك. نرى أن السعودية مثلا تلاحق الناشطات، وهذه النسوة البعض منهن دخل السجن والبعض حصل على أحكام مع وقف التنفيذ. أيضا في مصر المجتمع المدني يتم قمعه، وهذا يعني أن الناشطات غير قادرات على عمل ما يردن عمله في مساعدة النساء اللواتي يواجهن العنف. الولايات المتحدة يجب أن تكافح بقوة من أجل حقوق المرأة. أيضا يجب أن تطالب سلطات الحكومات المختلفة للتأكد من أنها تنهي العنف وتقوم بعمل التشريعات لإنهاء العنف ضد المرأة. أكثر من نصف الدول لديها قوانين خاصة بالعنف ضد المرأة، ولكن لا يوجد الكثير من التنفيذ. أيضا لا تزال هذه الإجراءات غير كافية. هناك تشريعات كما هو الحال في مصر، ولكن التنفيذ غير موجود، وهذا يشكل مشكلة، والسلطات لا تقوم بعمل ما يكفي. سيدة ميرفت تلاوي ضيفتي من القاهرة، ربما حضرتك خير من يعني يرد على ما استمعنا إليه من ضيفتنا روتنا بيغوم. هناك تشريعات كثيرة في الدول العربية من ضمنها
مصر طبعا من أجل يعني حماية المرأة، ونحن نتحدث في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أبرز المكتسبات في مصر من وجهة نظرك في هذا الاتجاه، خصوصا وأن النقد والانتقاد ما زال قائما حول بعض الانتهاكات التي تحصل ضد المرأة في مصر. أعتقد أنكم جميعا في الإعلام على دراية بما يحدث في مصر من تشريعات حديثة تجرم العنف، وكذلك تغيير القوانين بتشديد العقوبات على ممارس العنف أو التحرش، سواء في البيت أو في المنزل أو في الشارع أو في العمل. دي الأماكن اللي بيتم فيها التحرش أو العنف. ففي الحقيقة وزارة العدل ووزارة الداخلية عملوا خطوات إيجابية جدا. العدل اهتمت بالتشريعات وشددت العقوبات، وبقى النهاردة بيمارس التحرش بياخد من 3 لـ6 سنين. إنما وزارة الداخلية أنشأت إدارة خاصة بالتحرش والعنف ضد المرأة، وأعطت تعليمات لجميع سيدة مرفت لو سمحتي لي، يعني شكوى. نعم، القضية مثل ما حضرتك تعرفين أنه ليست متعلقة فقط في مسألة التحرش، هناك عنف حتى عنف أسري والكثير ما يتعلق الأمر بالمرأة في العمل في الشارع وغيرها، والحديث أيضا عن أن هناك الكثير من التشريعات لكن القليل من التطبيق، وهذا الأمر أيضا في مصر هناك انتقادات بهذا الاتجاه. أيوة، خليني أكمل لك بس الحكاية. تفضل. كون أن وزارة الداخلية غيرت التشريع بتاعها أو المكان بتاعها، عملت إدارة خاصة للعنف في وزارة الداخلية، وكذلك أمرت أقسام بوليس بأنها تاخد بعناية كافية واهتمام الشكاوي التي كان يمزح بها قبل ذلك. لكن هذا لا يعني أن العنف انتهى في مصر، لا، في عنف وما زالت المرأة تواجه العنف، خصوصا في المنزل ومن الأقارب. السبب في ذلك أن تنفيذ القوانين ضعيفة، تنفيذ القوانين غير كافية. تستطيع لفاعل الجريمة أن يتهرب، أو لدافع المبلغ مثلا للأم لأولادها. سيدة مرفت، هو هذا الحقيقة ما نتحدث عنه لو سمحت لي، يعني نقول عن مسألة تنفيذ هذه القوانين الرادعة ربما لكي تحمي المرأة. اسمحي لي أن أعود لضيفتي سيدة روتنا بيغوم. سيدة روتنا، الآن الحديث عن استراتيجية لحماية المرأة، الضغط على الدول من قبل التزام الولايات المتحدة كما ذكرت قبل قليل، هناك من يعترض على مثل هذه الآلية، يقول لكل مجتمع هناك خصوصية وهناك دين وعرف وثقافة وما شابه، وبالتالي لا يمكن أن تأتينا تعليمات من الخارج، هكذا يقولون، لتعليمنا كيف نتعامل مع النساء. كيف تعلقين؟ كل دولة عليها التزامات في حقوق الإنسان لإنهاء العنف ضد المرأة. لا يجب أن تكون فقط الإدارة الأمريكية، وإنما الدول في الشرق الأوسط عليها أن تطالب
باحترام التزامات حقوق الإنسان، وهذا يشمل إنهاء العنف ضد المرأة. الولايات المتحدة لا يجب أن تكون وحيدة في طلب هذا الشيء من دول الشرق الأوسط وإفريقيا. العنف ضد المرأة في دولة واحدة هو عنف ضد المرأة في كل مكان. الولايات المتحدة فيها نساء يواجهن العنف كما هو الحال في الشرق الأوسط. هناك أمريكيات من أصول عربية مثلا يواجهن العنف ويواجهن العنف المنزلي، والولايات المتحدة ملتزمة بمساعدتهم، ولكن أحيانا نقول أن القوانين المحلية هي التي تطبق وهذه محدودة. عندما نتحدث عن هذا الموضوع، هذه مشكلة في كل أنحاء العالم، وكل الدول يجب أن تلتزم بإنهاء العنف. كل الحكومات يجب أن تتأكد أن هذا ينتهي في الدول الأخرى وليس فقط في دولها. سيدة ميرفت تلاوي ضيفتي من القاهرة، بالنسبة لتطبيق هذه القوانين، يعني هل هناك آلية ربما تلتزم بها الدولة للضغط باتجاه تطبيق هذه القوانين، وليس النظر إلى الأعراف الاجتماعية التي قد من خلالها يتم يعني تبرئة المتهمين أو تجاوز أي عقوبة قد ينالونها نتيجة تصرفاتهم أو عنفهم ضد المرأة؟ هل هناك أي آلية يمكن أن يتم ضمان تطبيق هذه القوانين الرادعة؟ الآلية الحديثة الآلية الحديثة التي اتبعتها مصر أو ساتت تبعها إعلان رئيس الوزراء إنشاء لجنة تجمع كل الخمس ست وزارات المعنية بالمرأة في حالة العنف، هتروح من الصحة للداخلية لغيرها، يعني عدة جهات، فهيجمعهم في مكان واحد بحيث أن المرأة ما تعملش لفة طويلة عريضة ويضيع منها وقتها، فده شيء محمود. لكن لازم نعرفه أنه الثقافة المجتمعية مهما ما طلعنا من قوانين ثورية ومناصفة للمرأة ولوقف العنف، طالما أن الثقافة المجتمعية في المجتمع ما زالت رجعية، فمش هنقدر نحقق الأمل. شكراً. ده شكرا جزيلا. لابد من لا ما تقولش شكرا دلوقتي، تفضلي، لأن عاوز أقول إنه المجتمع لازم يتقدم عشان المرأة تتقدم، لأنها هي جزء منه وليست منافس له. نمرة اثنين، إن أتمنى الهيومن رايتس ووتش والأجهزة الأمريكية اللي زي دي تهتم بمجموع حقوق الإنسان كله، يعني مش تركز على البوليتيكال والآراء وحرية الرأي وتنسى الهيومانيتير، الاقتصاد والاجتماع والسكن والفقر والحاجات دي، يعني الهيومن رايتس كلها واحد. نمرة اثنين، كنت أتمنى أن الهيومن رايتس يساعدنا إحنا النساء في الميدل إيست، بدل ما يحط راسه على واحدة أو اثنين حبسوها وسايبين باقي القضية، فده مش مظبوط. الأمريكان جم وحطوا إيدهم في إيد الإخوان المسلمين، وده غلط كبير جدا وقعت في الولايات المتحدة، وهيثبت لها هذا، لأنه دول مجرمين وقتل وضد المرأة أساسا، لا يعتبر أن المرأة مواطن متساوي مع الرجل. سيدة ميرفت، هذه أخطاء كنت أتمنى. سيدة ميرفت، هذه الملاحظات حول هيومن رايتس ووتش بودنا كنت أتمنى أن الغرب يساندنا فيها. طيب، نريد أن نستمع. سيدة روثنا، استمعتي هذا يعني انتقاد لهيومن رايتس ووتش بأقل من دقيقة لو سمحتي، إذا كان هناك رد تفضلي. Who
أود أن أقول عندما نتحدث عن وضع المرأة، الدولة هي التي تتحمل المسؤولية. يجب أن نتأكد أن المرأة لا تواجه العنف، وهذه مسؤولية الحكومة أن تنهي هذه الثقافة تجاه المرأة. هذا لن يحدث من تلقاء نفسه، يجب أن تكون هناك استراتيجية وقوانين حكومية. أيضا عندما نتحدث عن الأعراف الثقافية، هذا يحدث على مستوى تنفيذ السلطات. في حالة مصر وفي عهد السيسي رأينا انحدار وتراجع في حقوق المرأة. كان هناك اغتصاب في 2014 في فندق لامرأة، وعندما عرفنا عن هذا في 2020 السلطات لم تلقي القبض على المشتبهين بهم، والبعض منهم هرب من البلاد، وفي الواقع أولئك الذين اعتقلوا أطلق سراحهم. شكرا جزيلا، أنا مضطر لختام هذا الجزء من الحلقة، انتهى الوقت. شكرا جزيلا روتنا بيغوم ضيفتي من لندن، والسيدة ميرفا تلاوي ضيفتي من القاهرة.